واحنا النادي الاهلي احنا ناس ابطال، ابطال افريقيا وثالث العالم، يعني حاجه. ف انا وانا بلعب كوره لازم ابقى عارف انا بادي ازاي. امبارح بواليا بيتحرك بشكل جيد جدا، وبعدين كهربا احنا شفنا الجول اللي عمله اجاييه للكهربا وحطه على صدره وراح واخدها لولا ان الراجل مش عارف الفرصه. اه بالظبط. الحاجه الثانيه برضو يا سيام انه الفرقه اللي احنا كنا بنلعبها امبارح مش فرقه سهله، لا طبعا فرقه قويه جدا. صحيح هم لسه مش منظمين، المدرب بقاله 10 ايام بس معاهم، والتدعيمات الجديده كمان يا كابتن عادل تدعيمات كبيره جدا. لكن بيتحسب لفرقتنا امبارح ان الولاد بتوع المريخ الحقيقه بيلعبوا بعنف سن زياده شويه. فبرضو انت راجع من اجهاد 4-3 ماتشات وماتش في الدوري، وبعدين رايحين على على المريخ، كان ماتش فيه سنه عنف شويه، فكل واحد برضو عامل حساب انه في عنده ماتش كمان 4-5 ايام وفي سفر. فالحقيقه الولاد امبارح انا مش عارف احييهم ازاي على ادائهم، والجهاز الفني والكابتن سيد الحقيقه خرجوا الاولاد من الاحتفاليه حقيقي مظبوط. وبعدين وراح امبارح في تركيز عالي جدا، بنوصل للجول بمنتهى السهوله، سواء اطراف تسديد اختراق من العمق كل المرتدات، وبعدين بنرجع بسرعه بنامن. كل الامور دي الحقيقه لازم نحيي الولاد عليها، لانك انت راجع من احتفالات وصخب وجهد عالي جدا، وبعدين بتنقل على افريقيا على طول. وزي ما حضرتك قلت انت رايح على العشرة، فرايح على العشرة بتكسب ثلاث اهداف. البايرن بعد ما راح من قطر اتعادل مع تيم بيتزيل الدوري مع بيليفيلد كان من 3-3، وكان البايرن خسران 3-1 بس رجعوا بقوه 2-0 كان 2-0 3-1 وبعدين 3-2 3-3، ولو كان في دقيقه كمان كان البايرن هيجيب الجول. فالبايرن اللي هو بطل اوروبا واللي عنده ذخيره من اللعيبه وذخيره من الامكانيات، ومع ذلك يعني بعد ما رجعوا ما فصلوش زي ما احنا فصلنا.